مشاهدينا الكرام، نحن الآن في مركز مديرية بيحان. الآن بعد دخولها من قبل قوات الجيش الوطني بدأت الحياة هنا طبيعية، الشوارع ممتلئة بالمواطنين فرحا بدخولها من قبل الجيش الوطني. الآن تحرق شعار ميليشيا الحوثي التي كانت تملأ المدينة وشوارعها ومنازلها. هنا رغبة حقيقية في إزالة كل ما يتعلق بالانقلاب وميليشيا الحوثي. هنا فرحة كبيرة وعارمة بدخول قوات الجيش الوطني. يقول الناس هنا بأنهم في هذه اللحظات يعيشون بأمان بعد أن حرموا من الأمان وحرموا من حق التجول داخل هذه المدينة لمدة 3 سنوات، وميليشيا الحوثي تسيطر على هذه المدينة وتضيق عليهم الخناق. يقول الناس هنا أيضا والأطفال أنهم فرحون جدا بعودة الجيش الوطني. والله الحمد لله، كانت أول يعني في دهورة، وكان أنصار الله والحوثة ما يسمونهم مدهورين البلاد، وكانت أمور غير طبيعية. والآن الحمد لله عادت الفرحة كما كانت أول وكما كانت سابقا، وعدتم يعني وعدتم الفرحة إلى قلوبنا وإلى بيحان كامل. إذا مشاهدينا الكرام، كما استمعنا من راعي هذا المحل الذي يقول بأن الحياة طبيعية وبأن ربما الوضع مستتب وهناك نية حقيقية لعودة الحياة من جديد. خليل الطويل، قناة بلقيس، من مركز مديرية بيحان شبوة.